الاقتصادي أو ما هو المقصود بالإعلام الاقتصادي؟ المقصود بالإعلام الاقتصادي هو المعلومات التي يستخرجها الإنسان كنتيجة موضوعية لنشاطه القائم على الإنتاج، ويضيف بناء على هذه المعلومات الوظيفة الإعلامية تحدد وتقيس وتوصل معلومات اقتصادية، ويمكن استخدامها في عملية التقييم واتخاذ القرارات من طرف يستخدمون هذه المعلومات. أيضا نجينا من ناحية ثانية، المقصود بالإعلام الاقتصادي هو وسائل الإعلام التي تحولت إلى مؤسسات اقتصادية، لأن بعض المؤسسات وبالأخص بعض المؤسسات الحكومية هي مؤسسات الغرض الأساسي والأول منها هو تقديم معلومات، وليس الغرض الأساسي تحقيق الربح المادي. وكيف يأتي هذه تحقيق الربح المادي؟ من خلال بيع المواد الإعلامية، سواء المسلسلات، البرامج، غيرها من المواد إلى مؤسسات إعلامية أخرى، وإنتاج مواد إعلامية مثل البرامج وغيرها من المؤسسات. وهذا ما يجعل النشاط الاقتصادي يسير على هدى من نظام معلومات يحفظ لتخطيط مصداقيته، ويجعل الجمهور العريض على بنية أو على بنية من الأوضاع الاقتصادية محليا وخارجيا. أيضا الإعلام الاقتصادي مقصود به تقديم معلومات قد تكون هذه المعلومات اقتصادية، مثل بعض المجلات وبعض المؤسسات الاقتصادية تهتم بسواق البورصة، ووظيفتها الأساسية تقديم معلومات. هذه المعلومات يا أما تكون معلومات صحيحة أو معلومات خاطئة. هذه المعلومات الصحيحة قد تكون ذات فائدة للمتلقين أو المستفيدين من الشركات، مثل القائمين على شراء الأسهم والأوراق المالية اللي وظيفتهم أو عندما يتم بث أي معلومات هذه المعلومات تكون في صالحهم، يقوموا بشراء أسهم في بعض الشركات الاقتصادية. أيضا لو جينا مفهوم آخر في الورشة التدريبية، هي القنوات الفضائية، المقصود بها بث التلفزيون الفضائي اللي يتم عبر الأقمار الصناعية المنتشرة في الفضاء الخارجي، ويتم استقبال هذا البث من خلال الأطباق اللاقطة أو ما يعرف بالساتلايت. لو جينا نتكلم عن الاقتصاد وتأثيره على الإعلام، تشكل السلع والخدمات الإعلامية جزء بسيط ومتزايد من إجمالي الإنتاج المحلي للعديد من الدول، خاصة الدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا، حيث يشكل الإنتاج الإعلامي من 3-5% من إجمالي الإنتاج المحلي للدولة. ومن ثم فإن أداء قطاع الإعلام كغير من القطاعات الاقتصادية في المجتمع يتأثر بذات العوامل والظروف، تؤثر على نمو الإنتاج المحلي أو الناتج المحلي الذي قد يزيد أحيانا وينخفض أحيانا. وفي الغالب هناك ما يسمى بالذروة الاقتصادية التي تعد ظاهرة ملازمة للنشاط الاقتصادي، حيث تطور هذا الأخير النشاط الاقتصادي لم يكن على وتيرة واحدة، ينتقل من ازدهار انكماش بين الفترة والأخرى، يعني أحيانا بيكون فيه انخفاض وأحيانا بيكون فيه ارتفاع في النشاط الاقتصادي. ويوجد اتفاق بين الاقتصاديين على أن لكل ذروة 4 مراحل، مع وجود اختلاف مسمياته: الانتعاش، الرواج، الانكماش والاقتصاد. نجد أن وسائل الإعلام تتأثر سلباً في حالة الركود الاقتصادي من ناحيتين، يكون هناك انخفاض في القدرة الشرائية للجمهور، فيقل شراء الجرائد والمجلات. أيضاً لو جينا من ناحية أخرى وطبقناها على القنوات الفضائية، بدأت القنوات الفضائية حيكون في قلة في شراء المواد الإعلامية اللي ذكرتها في بداية الدورة التدريبية، مثل شراء المسلسلات، البرامج، زي ما نشوفه مثلاً بعض المسلسلات الدرامية الموجودة يتم شراءها أو يتم إنتاجها في مصر وغيرها من الدول العربية، في لبنان، الأردن، دول الخليج، كيف يتم بيعها إذا ما كانش فيه ازدهار اقتصادي لدى القنوات الفضائية؟ لما نقول ازدهار اقتصادي المقصود به تكون القنوات الفضائية عندها قدرة مالية كبيرة جداً، يمكن من خلالها شراء هذه المواد الإعلامية. أيضاً يكون هناك انخفاض في دخل وسائل الإعلام من الإعلانات. لو جينا مثلاً ذكرنا أن في سنة 2018 عدد ما تم صرفه على القنوات الفضائية وعلى ما تم صرفه على عدد 31 مسلسل في القنوات الفضائية المصرية تجاوز 1,300,000,000 جنيه مصري. يعني كيف حيتم استرجاع جزء من هذا المبلغ؟ أو هذا المبلغ إذا ما كان صرفه لما تجي مثلا لمسلسل حيتم شراءه من أي قناة فضائية بقيمة 73 مليون، وحيتم شراءه من 20 قناة فضائية، نحسب 73 مليون في 20 قناة، حنلاقوا كم كبير من الربح المادي هذه القناة. لكن مع انخفاض نسبة الإعلانات حيكون فيه قدر كبير من الربح المادي لهذه القنوات الفضائية. لو جينا نتكلم عن أهمية الإعلام الاقتصادي، أولا تغطية الحالة الاقتصادية، المقصود به تغطية الحالة الاقتصادية، الانتعاش الاقتصادي في الدول، بعض المشروعات الاقتصادية، مواكبة للتنمية، غيرها من
الأحداث الاقتصادية زي المؤتمرات الاقتصادية، اثنين توفير المعلومات للمختصين، لما نقول متخصصين مختصين مختصين بالجانب الاقتصادي، وحتى القائم بالاتصال اللي هو المتخصص في الإعلام الاقتصادي اللي هو المهني والحرفي المزاول للمعلمية. ثلاثة، التعريف بفرص الاستثمار والمتاجرة في الاقتصاد، فرص الاستثمار داخل الدولة وحتى الاستثمار في الجانب الإعلامي، تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية تحفيز الإعلان، المقصود به أن يكون فيه استثمارات خارجية داخل الدولة في حالة عجز الدولة عن تغطية هذا الاستثمار، تقييم الأخطاء والمشاكل الاقتصادية، مقصود به أن يركز الإعلام الاقتصادي على بعض المشكلات اللي تواجه المجتمع من خلال مثلا توقف بعض المشروعات، المشكلات اللي تعطل بعض المشروعات، ضمان الحقوق الاقتصادية للمواطنين مقابل أجهزة الحكومة سواء الحقوق الخاصة بالأفراد الموجودين داخل الدولة والمستثمرين للمشروعات الاقتصادية داخل الدولة أيضا. لو جينا نتكلم عن محور آخر في الورشة التدريبية واللي هو الهدف من بث المعلومة عبر الإعلام الاقتصادي، شو المقصود بها؟ هدف بث المعلومة ممكن تقدم معلومة للجمهور خلال الوسائل الإعلامية أو نساهم في تشييد اتخاذ القرار الاستثماري، هل نستثمر داخل الدولة أو إذا عندي ضمانات أو لا، وأحياناً يكون تخوف من المستثمرين لأن أحياناً بيكون فيه عدم القدرة على وجود ضمانات، المقصود عدم القدرة أنه ما تكونش في ضمانات عند الدولة نفسها لدى المستثمرين. اثنين، تستخدم في بناء تحليلات مالية وفنية وبالذات لما تكون في كم كبير من المعلومات الاقتصادية وما يكونش في قلة داخل أو يقل في بث هذه المعلومات، يعني لما تجيب تتكلم مثلاً عن كمية ما يتم صرفه على القنوات الفضائية حتلاقي عدد قليل من المعلومات، وحتى المعلومات الموجودة تستند على الصحف، أحياناً الصحف لا تستند على المعلومات من خلال مؤسسات معتمدة. رقم ثلاثة، بث المعلومة في الوقت المناسب يحق الشفافية بالذات لما يكون في قضايا فساد حكومي ولا حتى قضايا فساد تتعلق ببعض الأنشطة الاقتصادية الموجودة في الدولة، ينبغي على وسائل الإعلام، ونقصد هنا القائم بالاتصال في الإعلام الاقتصادي، أن يبت هذه المعلومات أمام الرعاية العام زي بعض التقارير المحاسبية وتقارير الفساد الحكومي. أربعة، تقليل الشك والتخمين والحد من الشائعات، يعني أحيانا لما يتم تقديم معلومات خاطئة لو جينا طبقناها على أسواق الأوراق المالية الموجودة في بعض الدول العربية، هذه المعلومات الخاطئة هيكون فيها زعزع في أسواق الأوراق المالية. لماذا؟ لأن القائم بالاتصال والمسؤولين على بعض المؤسسات الصحفية وبعض المؤسسات الإعلامية الاقتصادية قاموا ببث معلومة، هذه المعلومة هي كاذبة أصلاً، أثارت الرأي العام وأخلقت نوع من البلبلة والأزمة. أيضاً تساهم بث المعلومة في إعداد الدراسات والبحوث، ونقصد هنا البحوث الدول العربية للأسف، وحتى الدراسات التي تهتم ب الجانب السلعي والجانب الاقتصادي أو كل ما يتعلق بالعلام الاقتصادي نجدها قليلة جدا بالمقارنة مع قلة المعلومات الموجودة أو المتوفرة عن الجانب الاقتصادي. أيضا يساهم بث المعلومة عبر العلام الاقتصادي في وضع قاعدة بيانات تاريخية، ونقصد الأرشيف اللي ممكن خلاله أنت كقائم باتصال وكإعلامي تشتغل في أي وسيلة إعلامية في القنوات الفضائية أنك تلجأ للمعلومة وتقدر تأخذ المعلومة، بالأخص لما يكون فيه مثلا دراسات اقتصادية لفترات زمنية، أو أقصد هنا بالدراسات الاقتصادية الدراسات الاقتصادية تهتم بالجانب الإعلامي. أنت لما تفكر كباحث بتدير دراسة مثلا أو تجري دراسة مقارنة لكمية العنان التجاري من عام 2020 مثلا أو من عام 1990 إلى عام 2020، كيف حتى تستطيع تقديم هذه المعلومة إذا كان ما عندكش أرشيف أو قاعدة بيانات تاريخية؟ ايضا يتكون المفهوم التسويقي من مجموعه من اول التركيز على السوق. انت لما تجيب تقدم معلومه وبتنتج برنامج بشوف هل البرنامج هذا حيحقق جزء من المكسب المادي اللي تقدمته او لا، بشوف السوق هل يتقبل او لا. اذا كان في شركات راعيه لهذا البرنامج من خلاله انت ممكن تسترجع جزء من القيمه الماديه. اثنين، التوجه المستهلك، نقصد به الدراسات الخاصه بالجمهور، إذا كان هذا الجمهور يتقبل أو لا يتقبل ما يتم تقديمه من معلومات داخل القنوات الفضائية. ثلاثة، التوجه بالأرباح، يعني أحياناً أنت بتصرف كم كبير من الأموال، مرات تتقاضى 30 أو 40% من الربح المادي فقط،
وبتخسر 60% إذا ما كانش فيه دراسة اقتصادية سواء قصيرة ولا حتى طويلة المدى من خلالها تستطيع أن تقدم برنامج أو مادة إعلامية للمتلقي يمكن من خلالها تحقيق أو تحقيق نوع من الربح المادي. لو جينا نتكلم عن مظاهر سيطرة أمريكا على الإعلام الاقتصادي باعتبار أن أمريكا تمتلك كم كبير من الوسائل الإعلامية في العالم. أول المواد والتجهيزات التقليدية الخاصة باتصال صناعة الإعلام الأمريكية، الأجهزة، المعدات الحديثة. اثنين، تدفق المعلومات عبر الفضائيات، يعني كم كبير من الفضائيات، آلاف الفضائيات يتم من خلالها في تقديم معلومات. هذه المعلومات ممكن أن تتحكم فيها سواء القائم بالاتصال وحتى من يتخذ القرار في أمريكا. أكثر الأفلام المشاهدة أمريكية يعني من 9 أشرطة، من كل 10 أشرطة هي أصلا في الأمريكية. نقصد بها سيطرة السينما مثلا، لو جينا أعطيني مثال، أغلب المسيطرين على السينما نلقاهم من هم من يحملوا جنسية أو من هم اليهود اللي يتحكموا أصلا. أيضا 90% من الإعلام مثلا في إيطاليا، لو جينا أعطيني مثال آخر، يسيطر عليه الإعلام الأمريكي. السينما لو جينا أعطيني مثال، مردوخ أكثر مسيطرين على وسائل الإعلام، عنده كم كبير من القنوات الفضائية والصحف والإذاعات، يعني آلاف يمكن من خلاله أن يبت كم كبير من المعلومات. تجدر الإشارة أن تحول شكل الاهتمام بوسائل الإعلام من ناحية اقتصادية بين الماضي كانت تجد الدوار. أما واحد نمو سريع لصناعة الإعلام، تطور التكنولوجيا الحاصل بوسائل الإعلام، وسائل الإعلام أصبحت في السابق كان يمكن خلالها مشاهدتها عن طريق قنوات فضائية، حالياً عن طريق وسائط والمنصات الرقمية ممكن أنك تشاهد أي وسيلة إعلامية، ممكن أنك تشوف حتى الأفلام. زي لو أعطينا مثال مثلاً، أو مثل لو أعطينا مثال نتفليكس ووتش، شاهد المنصات الرقمية. اثنين، ضخامة الاستثمارات في مجال الإعلام، كمية الاستثمارات الكبيرة جداً، يعني سواء الاستثمار في الأفلام، الاستثمار في إنشاء قنوات فضائية، الاستثمار في تقديم مواد إعلامية، أيضاً نقل النسخة الأجنبية، نسخة عربية زي مثل ما نشوفه في بعض البرامج الهواء اللي حالياً يتم نقلها من النسخة الأجنبية النسخة العربية، عرب آيد وغيرها من ثلاثة. دخول حكومات في هذا النشاط الاقتصادي، أغلب القنوات، أغلب الحكومات أصبحت تدخل من النشاط الاقتصادي نقصد به اللي هو الاستثمار في مجال الإعلام. ولو جينا أعطيني مثال مثلا، ذكرنا مثال حالياً في مصر، الشركة المتحدة للإعلام أصبحت قادرة على إنتاج أكبر قدر من المسلسلات، يعني أحيانا تتجاوز 16-17 مسلسل في كل سنة. صعوبة مشاكل إنتاج في الإعلام، يعني لما نقول صعوبة مشاكل إنتاج في الإعلام، هل هتلاقي أماكن للتصوير أو لا؟ مع التجربة المصرية في مدينة إنتاج إعلامي في بعض الدول لا توجد فيها مدن لإنتاج إعلامي، حيكون فيه كمية صرف أو كمية صرف مادية كبيرة جدا، بالأخص على الأماكن حيتم فيها التصوير. أيضاً نجور العاملين، يعني حنشوفه مثلاً في مصر بعض الممثلين يتقاضوا أجور تتجاوز 50-40 مليون جنيه مصري. ثورة الاتصالات المقصود به التطور التكنولوجي الحاصل في مجال الاتصال. أهم الصعوبات تواجه الإعلام الاقتصادي في العالم العربي، أولاً ضعف وغياب التخصص. لما نقصد غياب التخصص ذكرت قبل قليل أن لا يوجد، ولا نقصد أن لا يوجد نهائياً، لكن تخصص الإعلام الاقتصادي هو قليل جداً مقارنة بتخصصات الأخرى. حتى الدراسات العربية اللي تتوجه إلى الإعلام الاقتصادي، لما نقصد بالدراسات العربية البحوث، يعني أغلب يوم نشوفه مثلاً التجربة العربية مثلاً في مصر، أكثر من المهتمين بالجانب الاقتصادي هو الأستاذ الدكتور شريف لبان. يعني أيضاً قلة المجلات والصحف الاقتصادية المتخصصة في مصر، على ما أعتقد أن فيه صحيفة اسمها الصحفي الاقتصادي أو الإعلام الاقتصادي تتناول نشر المعلومات الاقتصادية. أيضاً الإعلام الاقتصادي بحاجة إعلاميين متخصصين بالاقتصاد، اللي هو المزاوجة أو الدمج بين الإعلام وبين الاقتصاد، من خلال أن يتلقى القائم بالاتصال في الإعلام دورات تدريبية. هذه الدورات التدريبية تتناول الجانب الاقتصادي وتكسب خبرة أكثر. وهذا الأمر هنا لا يسمح بالاتجاه وكتابة عموميات والسطحيات واكتفاء بالبيانات الصحفية وتقارير المؤسسات شركات العلاقات العامة، كما أنه لا يقتصر على ترويج مؤسسات الشركات بقدر ما هو بحاجة إلى بحث واستقصاء. هذا الاقتصاء هو مبني على
مهنية وحرفية عالية. أهم معوقات الإعلام الاقتصادي عدم تخصص الإعلاميين وقلة خبرتهم وقلة الخبرة من خلال قلة المزاولة، التخصص مثل ما ذكرت مسبقاً أن يكون فيه دورات تدريبية لوضع تخصص الإعلام الرقمي، والله حتى فتح أو فتح شعب للإعلام الاقتصادي داخل أقسام وكلية الإعلام العربية، ارتباط المصالح بين المندوبين والمسؤولين، المسؤولين نقصد هنا في المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية وحتى المؤسسات اللي تأتي الجانب الاقتصادي، قلة الدخول للإعلاميين والغرات المادية اللي هو ضعف المرتب وضعف حتى الأجور من قبل المؤسسات الاقتصادية والوزارات الحكومية، أيضا حاجة بعض المصادر إلى نفقات اشتراك للحصول على الخدمة، يعني لما تجي لي أي مؤسسة تأتي لأي مؤسسة تأخذ أي معلومة، هذه المعلومة قد تستلزم دفع قيمة مادية في مقابل أنك الحصول عليها. التبعية الحكومية لوسائل الإعلام والسعي لتجميل الصورة، مقصود بها تجميل صورة الدولة أو السياسة، حتى المؤسسات لا نستبعد حتى المؤسسات الخاصة، المؤسسات الخاصة تتبع من يمتلكها، هذا من يمتلك هذه المؤسسة أيضا حتى هو عنده هدف، هذا الهدف يسعى إلى توصيله مهما كان هذا الهدف. مقومات نمو الإعلام الاقتصادي، يحتاج الإعلام الاقتصادي مقومات حقيقية ضمان تطور بحيث يصبح عنصر مهم في تحقيق التنمية الاستدامة، أهم تلك المقومات أول وجود رؤية واضحة واستراتيجية للإعلام الاقتصادي، المقصود به وجود تخطيط، هذا التخطيط الاستراتيجي يكون مبني على خطط قريبة ولا حتى خطط مستقبلية. اثنين، وجود الاحتراف المهني والمقصود به وجود المتخصص والقائم بالاتصال في جانب الإعلام الاقتصادي، وجود مراكز بحث، هذه المراكز كما ذكرت مفترض تكون فيها أبحاث، هذه الأبحاث تهتم بالمعلومة الاقتصادية وحتى بالإعلام الاقتصادي، وجود المصداقية والصدقية والأمان المهني تضمن نقل الأخبار والمعلومة بحيث ما يكون فيها تأثير سلبي مثل ما حدث في بعض الأسواق الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية اللي تم من خلالها بت معلومات من خلال المؤسسات الإعلامية، هذه المعلومات كان عندها تأثير سلبي على بعض المؤسسات الاقتصادية. استخدام أدوات البحث العلمي زيادة الكفاءة والقدرة على التحليل والاستقلال لدى العاملين من خلال شبكة المعلومات الدولية، لو في كم كبير من المعلومات هذه المعلومات يمكن الوصول إليها بشكل أفضل، وجود قاعدة معلومات متطورة لدعم البحث العلمي، ذكرت قبل قليل لو في مكتبة أو أرشيف من خلال هذا الأرشيف يمكن الوصول إلى المعلومة بشكل أسرع. لو جينا أعطينا مثال الاستثمار في المجال الرياضي، تعتبر القناة التلفزيونية متخصصة في الرياضة مثل بي سبورت وتجربة قناة الرائدة اللي هي قناة الجزيرة من بين أهم الآليات تحفز المؤسسة الاقتصادية على دخول في الاستثمار الرياضي، في الإعلام الرياضي له دور كبير في ترويج وتحفيز المؤسسة الاقتصادية لدخول الاستثمار في المجال الرياضي، فنجد في أوروبا مثل أن وسائل الإعلام الرياضية تساهم بشكل فيه تقريب رجال الأعمال لدخول عالم الرياضة من خلال شراء الأندية، تمويل مختلف البطولات، ونجد الاستثمار الرياضي يلعب دور مهما وحيويا في تطور المجتمعات والبلدان، وهو واحد من أهم العمليات الاقتصادية ذات الربح الكبير المردود الإيجابي، بناء نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية تدعم الفكر التجاري لإدارة الأنبياء أو لإدارة الأنبياء، فنجد الاستثمار الرياضي مهم مدخلات الناتج القومي لدول كالبرازيل وإسبانيا، فريق ريال مدريد مثلا بيحقق عوائد مالية تفوق كل التوقعات السنة السابعة على التوالي، يحقق عدد مالية الأعلى بين أندية العالم وفق تقرير المال لعام 2011 حق نادي ريال مدريد في عام 2011 أكثر من 479 مليون يورو كإيرادات، حيث يعود هذا العدد نسبته 38% من حقوق الوطنية والدولية للنقل التلفزيوني في مختلف البطولات أو التي يشترك فيها الناتية، 36% من عملية التسويق و 26% من شكل الاستثمارات المتنوعة. لو جينا النقطة الأساسية في الورشة التدريبية اليوم اللي هو الإعلام الاقتصادي في القنوات الفضائية، وتجربة خذينا التجربة المصرية على حجم الإنفاق وحجم ما يتم إنفاقه على الدراما في شهر رمضان، في عام 2010 مثلا تم صرف ما يعادل 135 مليون دولار في انتاج المسلسلات الدرامية، في عام 2015 تم صرف ما قيمته
مليار جنيه مصري في عام 2016، مليارين ونصف المليار في عام 2017، قلصت القيمة إلى مليارين جنيه. أيضا لو جيت ذكرت في عام 2018 تم صرف مليار و800 مليون جنيه مصري، في عام 2019 2 مليار و190 مليون جنيه مصري، في عام 2020 أو 2021 أقصد أنه شهر رمضان تم صرف 150 مليون، ما يعادل 150 مليون دولار. لاحظوا في الجدول السابق كمية ما تم صرفه أحيانا يكون بين ارتفاع وبين انخفاض وفقا لحاجة السوق وفقا للاستثمارات. حجم الإنفاق المردود على الإعلانات في القنوات الفضائية العربية التجربة المصرية كنموذج الإعلان اليوم ظاهرة أكثر انتشارا تميز المجتمعات الاستهلاكية وخاصة في ظل التطور التكنولوجي وسائل الاتصال. والإعلام الرقمي يعتبر الإعلان التلفزيوني أكثر أنواع تأثيرا في المستقبل، سواء كان المستقبل كان مستهلكا لكن حاليا أو مرتقبا نظرا لاقتران الصوت بالصورة. ما يزيد مستقيد خصائص السلع والمعلن عنها فعن طريق هذه الوسيلة يكتسب الكثير من قدرات التدريب خلال استعمال إشارات ورموز صريحة وأخرى ضمنية حية. في عام 2000 تقاسمت شبكات عالمية كبيرة لوكالة الإعلانات السوق المعني في الشرق الأوسط. قد شكلت هذه الشبكات الكبيرة عبر اندماج تدريجي واعتماد سياسات محددة في الشراء لوكالات كانت في معظم الأحيان لبني وقامت بشرائها وكالات إعلانية عالمية كبيرة. ورغم من هذه أن سوق الاستثمار في الإعلانات يعتبر سوق صغير جداً عند مقارنتها مع مناطق أخرى في العالم، إن الميزانيات الإعلانية خاصة بوسائل الإعلام العربية قد تضاعفت تقريبا في العشر سنوات بين عام 1986 لعند 1999. في ميزانيات وسائل الإعلان العربي في عام كانت تمثل 20% من ميزانية الإعلان، أي ما يعادل في عام 1986 52 مليون دولار. أما في عام 1998 وصلت إلى 4% يعني معادل 518 مليون دولار. لو جينا ما يصر تم صرف على الإعلانات في القنوات الفضائية الخاصة والحكومية في مصر، مثلاً ام بي سي مصر باعتبارها قناة فضائية مصرية خاصة، سعر باقة الإعلانات الموجود فيها أو لكم بتها في عام 2016 11 مليون مصري. كمية المردود المادي في تلك السنة من خلال البت الأعمال الدرامية من الإعلان فقط 62 مليون جنيه مصري. قناة الحياة باعتبارها قناة خاصة، سعر الباقة الإعلانية موجودة فيها 9 ملايين جنيه مصري. كمية المردود الإعلاني ما يعادل 165 مليون جنيه مصري. قناة تين باعتبارها قناة خاصة أيضا ما تعادل 105، سعر الباقة الإعلانية موجودة فيها 6.5 مليون جنيه مصري، ما يعادل المردود المادي في تلك السنة من الإعلانات المقصود بها الفترة اللي تم بها الدراما المصرية 110 مليون جنيه مصري. ولعل التجربة المصرية موجودة عندكم في جدول العرض اللي حنقوم بالإرسال للشبكة حتتم توزيع عليكم. في عام 2017 لو جينا التلفزيون المصري باعتبارها وسيلة إعلامية حكومية، سعر الدقيقة الإعلانية بين 5 و10 ألاف جنيه مصري. البيانات للأسف لم أجد بيانات لكمية المردود المادي للإعلانات بجنيه مصري في تلك السنة في عام 2017. قناة تلفزيون مصر أيضا لا توجد بيانات المردود المادي في تلك السنة في عام 2017 150 مليون جنيه مصري. قناة صدى البدر باعتبارها قناة خاصة، المردود الإعلاني في تلك الفترة 110 مليون جنيه مصري. قناة المحور باعتبارها قناة خاصة، المردود المادي فقط 75 مليون جنيه مصري. نرجع نذكر أن للأسف أن بعض أو كل هذه النتائج الموجودة يعني محاولة من تجميع من خلال الإنترنت، للأسف أن لا توجد لا مؤسسات إعلامية تهتم بالجانب الاقتصادي يمكن الرجوع إليها أصلاً. ما يمكن الخروج به من خلال كمية الصرف على سواء الإعلانات ولا حتى على المواد الإعلامية تم بذل. واحد تعتمد القنوات الفضائية الإعلان التجاري بالدرجة أولى لاسترداد ما تم جزء ما تم صرفه. لا أقول أن استرداد ما تم صرفه بالكامل على شراء المواد الإعلامية، على الأقل ترجيع جزء منها. يقف أسعار عرض الإعلانات على القنوات الفضائية على عدد الجوال من ضمنها عدد متابعي القناة، عدد المشاهدين.
اثنين النجم البطل المسلسل وبالتالي التركيز على بعض الأبطال في الأعمال الدرامية، وأصبح الأعمال يتم إنتاجها وفقا لاسم البطل ويتم التغاضي عن الفكرة الرئيسية للعمل. اختيار وحجز فترات الذروة في متابعة المسلسل الدرامية تنبثها قبل الإفطار أو بعد الإفطار، يتم انتقاء الفترة من خلالها يتم بث أكبر قدر من الإعلانات في سبيل تحقيق جزء من المكسب المادي يتم صرفه على شراء بعض الأعمال الدرامية. إنما يتم إنتاجها من قبل بعض القنوات الفضائية. المسلسلات تجاوز كثير من أحيان قيمتها 70 مليون جنيه مصري، في أحيان أخرى 100 مليون، قد لا يغطي ما نسبته 40% من دون الإعلان. أنت بتقدم أو تشتري مادة أو برنامج إعلامي قد لا يغطي نسبة هذا شراءك للبرنامج نسبة قليلة من الإعلانات الموجودة. تجد كثير من القنوات الفضائية استخدام أسلوب الحصرية، يعني تشتري البرنامج ويبقى هذا البرنامج حصريا، تضمن من خلاله كم كبير من الإعلانات، وأيضا تتحكم حتى في سعر ما يتم تقديمه من أو سعر الإعلان وسعر حتى الثانية والدقيقة اللي تمر. تلجأ بعض القنوات الفضائية لإنتاج مسلسلات رمضانية وبيعها، زي ما حاليا تلجأ ام بي سي مصر، قناة ام بي سي وغيرها من القنوات الفضائية إلى إنتاج البرامج حتى تكون فيه نوع من الحصرية. نأتي النقطة الأخيرة في هذه الورشة التدريبية، أهم التوصيات. أول، الاعتماد على العروض الإعلانية من خلال تقليل من سعر الإعلان. يفترض على وسائل الإعلام أن تقلل جزء من سعر الإعلان حتى يتم استقطاب أكبر قدر من المعلنين في سبيل تحقق القناة الفضائية نوع من المكسب المادي، تضمن استمراريتها لفترات زمنية أطول. اثنين، بيع المواد الإعلامية بأسعار منافسة لجلب مردود مادي للقناة الفضائية، وأقسم المواد الإعلامية سواء البرامج ولا حتى المسلسلات، بيعها لكم كبير من القنوات الفضائية وتحكم حتى في سعر هذه المادة الإعلامية. لو جيت ذكرت مثال، مثلا في عام 2018 قامت المؤسسة والهيئة العامة للإعلام في مصر بتحديد سعر على معقد إن هو 73 مليون جنيه مصري أو 70 مليون جنيه مصري في سبيل كسعر للمسلسل بالكامل مقابل بيع القنوات الفضائية. يعني لما تشوف إن قدرة المنتجين على بيع كم كبير من المسلسل أو هذا المسلسل اللي عاد كبير من القنوات الفضائية، فبيكون في نوع من الجزء ربح المادي. التركيز على مسلسلات المرضية ذات محتوى اللاق بالقناة والجمهور من خلال اختيار المسلسلات المعتمدة على نجوم مشهورين أو دعم النجوم الشباب المشاركين بمسلسلات حديثة لأول مرة. النقطة الأخيرة، دعوة مختلف الشركات للاتصال والطيران المشاركة في عرض إعلاناتها بالقنوات الفضائية. وأخيرا، نسأل الله العلي القدير التوفيق ونشكركم على الاستماع، ونتمنى نكون أطلت ونكون واضح الصوت. شكرا. واضح يا دكتور. كان في بعض الأسئلة من الزملاء، كان الزميل عبد الهادي ناجي بيسأل حضرتك، بيقول الحروب بتؤثر على ظهور وبروز الإعلام الاقتصادي؟ والأستاذ عبده كان بيسأل لماذا لا يكون إعداد نشرات اقتصادية احترافية في القنوات الفضائية قائمة على الشفافية ومعرفة أخبار السوق والتي تستقطب المعلنين، وبذلك نحل مشكلة تدني الأجور؟ أكيد قصده تدني الأجور في المؤسسات الإعلامية. فأشوف لو حضرتك عايز ترد على هذا السؤال. وكانت في أسئلة عن طغيان الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي في الإعلام في بعض دولنا العربية، وهم ذكروا أمثلة لبعض الدول. فلو حضرتك يا دكتور تدينا يعني رد على هذه النقاط. المايك عند حضرتك مقفول بس يا دكتور. اديني بالسؤال يا سامي. هو في سؤال عن ان السياسة طغت على كل انواع الاعلام والمجالات في بعض الدول العربية، وازاي ممكن الاعلام يخرج من هذه الدائرة. يعني انا ذكرت في البداية سي احمد ان بعض الحكومات تتحكم في الانتاج الاعلامي، اصبحت ذكرت التجربة المصرية وغيرها من الدول، وبالاخص الدول التي لا تدعم القطاع الخاص. الحل أن يكون فيه استثمار من رجال الأعمال الوطنيين داخل أي دولة في سبيل استحداث وسائل إعلامية سواء كان داخلية أو خارجية
من اجل فك الارتباط بتحكم الحكومه او التحكم السياسه في الاعلام او تحكم الحكومه. هذا الحل. نعم. طيب كان في سؤال برضو من الاستاذ عبدو بيقول لماذا لا يكون اعداد نشرات اقتصاديه احترافيه في القنوات قائمه على الشفافيه ومعرفه اخبار السوق، وده يستقطب اكبر عدد من المعلنين مما يؤدي الى حل مشكله تدني الاجور. المشكلة في تدني الأجور ليس لها علاقة ببث المعلومة أو لا، لها علاقة بعملك أنت كقائم باتصال. لما تشتغل أنت أو لما تعمل كقائم باتصال إعلامي في أي وسيلة إعلامية بتوقع هذا العقد موجود فيه قيمة الأجر أنت حتى قضاء، إلا نعم. في بعض المشهورين اللي هم بيكون فيه نوع من الربح المادي من الإعلانات مثل المذيعين الموجودين يقدموا في البرامج الحوارية. نعم. بث المعلومة الاقتصادية كيف بيكون؟ من خلال الوسيلة الإعلامية نفسها، أيضا ممكن من خلال وسائل الإعلام. لو جينا أعطينا مثال تجربة قناة الجزيرة، قناة الجزيرة عنده مركز رائد في التدريب الإعلامي. نعم. هذا المركز بيقوم بتدريب بعض الإعلاميين في كل التخصصات. ممكن أن تكون كل القنوات الفضائية بإنشاء مراكز تدريب، هذه المراكز التدريب تهتم بتطوير القائم بالاتصال في الإعلام الاقتصادي اللي من خلاله بيقدم المعلومة الصحيحة التي لا تضر، أو أقصد هنا بالمعلومة الاقتصادية التي تضر الإعلام. أيضا لو جينا للجانب الربحي، ممكن وسائل الإعلام لما تحقق نوع من المكسب المادي توزع الأرباح على القائم بالاتصال العاملين في مختلف في القناة نفسها. نعم لو مشكور يا كانت دكتور، إجابتي واضحة أصلا. واضح واضح. طبعا في سؤال عن مسألة حق الحصول على المعلومة الاقتصادية وصعوبتها في الوطن العربي. ده سؤال من الأستاذ محمد المقبلي من اليمن، خصوصا في غياب وكالات أو أخبار اقتصادية مستقلة في الوطن العربي. الحصول على المعلومة الاقتصادية. للأسف أن المعلومة الاقتصادية هي معلومة شحيحة. يستطيع القائم بالاتصال الإعلامي الحصول عليها عن طريق أنه يستخدم الخدعة، نعم. يلجأ إلى العلاقات الشخصية حتى وإن كان في حشب للمعلومة. يعني لا تقف على موسع إعلامية حكومية تحجب معلوماتها، لا، حاول انك انت تتعرف على عدد كبير من المعارف في سبيل انك تصل هذه المعلومه. انا ذكرت في المحاضره ان للاسف لما انت كذاتك كباحث في الجانب الاعلامي الاقتصادي وتعمل مثلا بتقارن كميه المكسب المادي للاعلانات مثلا في عام 2010 الى عام 2020، يعني حتجد دراسات قليله جدا شحيحه للاسف. نعم. يعني كمية المعلومات اللي قمت بتقديمها سواء داخل في الورشة، يعني من كم كبير من المراجع أو من كم كبير من المجلات الاقتصادية في سبيل أنك أنت تحصل على معلومة عن المكسب المادي. نعم. فلا يجب على الباحث وحتى الإعلام أن يتحايل يقوم نوع من الحيل في سبيل أن يصل على هذه المعلومة. نعم. كان في سؤال الأستاذ عبد الهادي بيتحدث فيه عن إزاي الإعلام الاقتصادي يفضح مافيا العبث باقتصاديات الشعوب. هو بيتحدث عن الفساد في الفساد داخل الدولة، نعم نشر تقارير الفساد، نعم فضح المفسدين. أنت يفترض فيك كإعلامي تستطيع أن تتحصل على المعلومة بأي طريقة كما ذكرت المصطفى الأستاذ أحمد، أن تفضح نعم. كل المفسدين من خلال وسائل الإعلام مختلفة وليس نعم. يعني داخل الدولة، حتى خارج الدولة في وسائل الإعلام تستطيع أن تنشر فيها كل المعلومة داخل خارج الدولة. هذا ليس صحيح. بعائق، لكن أنت كإعلامي تستطيع حصول المعلومة حتى وإن حصلت عليها وفي كم كبير من الضغوط السياسية الموجودة تستطيع أن تقدم هذه المعلومة خارج الدولة. نعم. كان في سؤال برضو من أحد الزملاء الأستاذ بليغ بيتكلم عن ملاحقة الصحفيين الذين يقومون بمحاولة كشف أو فضح الفساد، وإزاي يستطيعوا تأمين أنفسهم في هذا الجانب. هذه نوع من الضغوط تواجه القائم بالاتصال في الإعلام، ينبغي تكون في حماية قانونية. للأسف أن العديد من الدول لا توجد فيها تشريعات إعلامية، ومن بينها حتى ليبيا لا يوجد فيها تشريع نعم لحماية الإعلاميين، فما فيش لا قوانين تردعك. وفي بعض الدول العربية فللأسف أنه بيكون فيه نوع من الخوف عند الإعلامي، فبعض الإعلاميين بيجروا الخروج دابي خارج دولهم وحتى تقديم حق اللجوء. نعم وبعض منهم يلجئ إلى مسألة الصمت وعدم
كشف عن سواء كشف عن مصادر الأخبار ولا حتى عرض أو أحيانا عرض حتى المعلومة، خوف على نفسه والخوف على عائلته. هذه لها علاقة بوجود وسن قوانين وتشريعات تحاول تحافظ على الصحفي. نعم. في برضه سؤال من الأهمية بمكان، الأستاذ محمد بيسأله بيقول كيفية التحقق من المعلومة المتعلقة بالفساد، خصوصا إن في بعض الجهات قد تضرب بعضها ببعض بالمعلومات المكذوبة عن فساد موجود في مؤسسات معينة، قد تكون معلومات فيها مغالطة لصالح طرف على آخر يعني، فكيف يمكن التحقق إن المعلومة اللي وصلت لنا فعلا تحتوي على شبهة فساد حقيقية؟ أنت ترجع عليك أنت كإعلامي أنك نعم أنت تشوف تقارن بين ما تم بثه، يعني أحيانا الصراعات السياسية الداخلية بين حزب وحزب بين مرشح ومرشح حيتم تقديم معلومات خاطئة، كل واحد فهم يعني حيقوم بحفر للآخر في سبيل أنه هو يظهر على الكتف. مرات أحيانا بيقدم معلومات، هذه المعلومات بيكون عندها تأثير سلبي على الطرف الآخر وهي معلومات خاطئة، لكن أنت كإعلامي تستطيع بوسائلك الخاصة كما ذكرت مسبقا علاقاتك الشخصية أن تقارن هذه المعلومات قبل تقديمها للآخرين إن هي معلومات صحيحة أو خاطئة. أحيانا بتكون وثائق مزورة الغرض منها تحقيق الأدب الآخرين، يفترض أن يكون تشكل شبكة علاقات داخلية في مختلف الجهات الموجودة في الدولة في سبيل أن تقدم المعلومة أو تأكد المعلومة قبل تقديمها للآخرين. كان في سؤال عن عدم وجود قنوات متخصصة في أغلب الدول العربية، هو ضرب مثال بليبيا يعني. للأسف أن ليبيا لا توجد فيها قنوات مخصصة بالجانب الاقتصادي، في قناة واحدة على مدار النيسات هي قناة ليبيا الاقتصادية نعم. فقط، هذه هي القناة الموجودة تقدم معلومات اقتصادية، فيها برنامج واحد أو برنامجين حواريين وبعض المعلومات هي معلومات اقتصادية. التجربة الليبية تجربة ضعيفة في الجانب الاقتصادي، عندنا قناة واحدة فقط هي قناة ليبيا الاقتصادية. هو أغلب الدول العربية حتى برضو التجربة العربية ممكن تشوف أنت يا أستاذ أحمد، التجربة العربية للأسف ضعيفة. صحيح. الإعلام الاقتصادي حتى في المجلات الاقتصادية للأسف اللي تتم تقديم المعلومة الاقتصادية هي قليلة جدا مقارنة بكم كبير من الوسائل الإعلامية تقدم الأخبار وغيرها من المواد الإعلامية. فهذا جانب من العجز، سواء كان عجز للدولة ولا حتى عجز للمستثمرين أنهم يقوموا ببث أو بإنشاء المعلومات أو بإنشاء قنوات فضائية تهتم بجانب الاقتصادي. التجربة الليبية هي تجربة ضعيفة، عندنا قناة فضائية واحدة قناة ليبيا الاقتصادية موجودة على مدار النيسات. في سؤال برضو أنا شايفه سؤال مهم، بيسأل عن ما تأثير السوشيال ميديا على إمكانية القنوات التلفزيونية على تحقيق العائد المادي المرجو الذي يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها في ظل عزوف كثير من المشاهدين عن الإعلام التقليدي إلى السوشيال ميديا والإعلام الجديد. أكيد تأثيرها كبير جدا. المنصات الرقمية، أنا ذكرت في بداية المحاضرة تجربة ام بي سي مثلا في شاهد، تجربة نتفليكس، هذه نوع من المنصات الرقمية. حاليا أصبحت منصة شاهد من منصة رقمية، من وسيلة لها علاقة بوسائل التواصل، منصة رقمية إلى وسيلة تأثيرية كبيرة تساهم في إنتاج كم كبير من المسلسلات. مثلا مسلسل الرشاش تم عرض على منصة شاهد واللي تم عرض على ام بي سي قبلها. يعني أصبح تأثير وسائل التواصل الاجتماعي تأثير كبير جدا، أو وسائل الإعلام الرقمي الحين بتم تأثيرها كبير جدا مقارنة بقلة المشاهدين القنوات الفضائية. عكس وسائل، يعني وسائل الإعلام الرقمي نحبذ ان هي اللي عندها تأثير كبير جدا، المفروض ان تستفيد منها القنوات الفضائية وحاليا مستفيدة منها. لو جيت اعطي مثال اخر وذكرت مثال اخر، مثلا قناة روتانت عدد مشاهدات الفيديو كليبات فيها تجاوز المليار، وكان الاطلاع على صفحة او موقع قناة روتانا في اليوتيوب. صحيح. لما نقول مليار اللي هو مقصود بها مجموع مقاطع الفيديو كليب بالكامل تجاوز مليار مشاهد. هذا المليار عنده كم كبير من الربح المادي لقناة روتانا من موقع اليوتيوب. صحيح صحيح. هذا نوع من التجربة، يعني أقصد أن الإعلام الرقمي له قدر كبير من الفائدة. لو شيء أعطيني ذكرت مثال آخر، قناة تونس اليوم عندها منصة رقمية على اليوتيوب اللي هي RT أونلاين، تقدم كم كبير من المعلومات باللغة العربية
وكم كبير من التقارير وعنده كم كبير من المشاهدين. صحيح. هذا المشاهدين حقه نوع من الربح المادي للوسيلة، حتى وكان وسيلة إعلامية، حتى وكان الربح المادي قليل جدا. لو جيت ذكرت أو ذكرت مثال آخر، مشاهد فيديو كليبات. نعم. في بعض فيديو كليبات مثلا تجاوز مشاهدتها ل 400 مليون. صحيح. 400 مليون، هذا ال 400 مليون من يرجع العائد المادي له؟ اللي هو ياما الفنان اذا كانت الصفحه باسم الفنان او الوسيله الاعلاميه تبث هذا الفيديو كليب. صحيح. هذا الاعلام الرقمي له دور كبير في تحقيق جزء من الربح المادي للوسيله الاعلاميه. نعم. اتمنى تكون اجابتي واضحه ووصلت يا استاذ. واضحه يا دكتور، ربنا يكرمك. احنا بنشكر، هو الاستاذ رمضان كان سال سؤال بس حضرتك اجبت عليه في مجمل الاسئله، ان احنا ما عندناش قنوات متخصصه. لا توجد قنوات متخصصه في الجانب الاقتصادي. نعم. فيه محدوديه في القنوات المتخصصه. نعم. في نشرات في بعض القنوات الفضائيه زي قناه العربيه وحتى قناه الجزيره وغيرها من القنوات الفضائيه، لكن هذه النشرات تكون بكل فتره اخرى. الاعلام الاقتصادي للاسف بعض القنوات الاقتصاديه، على ما اعتقد ان قناتين او ثلاثه قنوات عربيه، ذكرت التجربه الليبيه كنموذج. نعم. هي قناه ليبيا الاقتصاديه، للاسف ان لا توجد قنوات كم كبير من حتى بعض تخصص العلم الاقتصادي. ممكن بعض الموجودين معانا هم طلبه ولا حتى خريجي الاعلام، للاسف ان مؤسسات العلم سواء كان اقسام وكليه الاعلام لا يوجد فيها تخصص العلم الاقتصادي لحد الان. بعض متخصصين الاعلام قله كما ذكرت، من بينهم البروفيسور شريف درويش اللبان، والبعض اللي هو صوتك انقطع يا دكتور. انقطع الصوت يا دكتور، يبدو انه في مشكلة تقنية مع الدكتور. حتى يعود إلينا، أنا بس كنت بفوت الأسئلة اللي لها علاقة بالأشياء الإدارية حتى ينتهي الدكتور. كان في سؤال حوالين هل في شهادة للدورة؟ هي في شهادة، شهادة حضور بتعطى بشكل مجاني للمنخرطين والأعضاء في الشبكة، وبمبلغ رمزي لغير المنخرطين. أنا حطيت لحضراتكم في الشات الرابط الانضمام للشبكة. الانضمام بيكون لمدة سنة بمبلغ رمزي، يعني تطويرا لمجهود الشبكة في مجال التدريب الإعلامي والتشبيك بين الصحفيين والعاملين في المجالات الإعلامية المختلفة. وده الهدف الأساسي من الشبكة، إن يكون في تشبيك وتعارف ما بين أكبر قدر من العاملين في المجال الإعلامي على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا. فإحنا يعني نتمنى أن حضراتكم جميعا تكونوا منخرطين معنا في الشبكة للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها بشكل دائم. وإحنا هنبعت لحضراتكم في جروب الواتساب بتاع الورش التدريبية المجانية، هنبعت لحضراتكم برضو رابط الانضمام وكيفية الانضمام. بالنسبة للشهادات، من حضراتكم من يرغب الحصول على شهادة للحضور يتواصل مع رقم الشبكة اللي تواصل مع حضراتكم وبعت لحضراتكم رابط الزوم اليوم، حضراتكم تتواصلوا معاه وهو هيديكم كافة التفاصيل عن العضوية واستخراج الشهادات إن شاء الله. ونشكر دكتور عبد الله، كان الصوت انقطع من عند حضرتك. أستاذ أحمد انقطع. نعم. الإنترنت ورجع من جديد يعني. نعم نعم. لا حضرتك، طب لو عايز تضيف حاجة. يعني نشكر شبكة محرية الشرق الأوسط، نشكر أستاذ أحمد وكل الحاضرين. نتمنى تكون هذه المحاضرة تكون واضحة ذات فائدة، نتمنى لكم دائما التوفيق ومشكورين جدا. تحياتي لك ولكل الزملاء. تحياتي يا دكتور وتحياتي لكل الزملاء الحاضرين، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد أخرى وورش تدريبية مجانية أخرى. إحنا إن شاء الله هنثبت يوم الأربعاء مبدئيا،
وممكن بعد كده إن شاء الله نعمل يوم آخر في الأسبوع للورش التدريبية مع مجموعة من المتخصصين في كافة المجالات زي الدكتور عبد الله، إن شاء الله. ونتمنى أن نراكم جميعا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.